متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. اليوم سنناقش موضوع التقاعد بالنسبة للموظفين وخاصة الأساتذة بعد الضجة أو النقاش المثير الذي كان على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أن مجموعة من الأساتذة يتخوفون بأن يكون مصير التقاعد ديالهم هو مصير زملائهم المتعاقدين. من أجل مناقشة هذه القضية هذه وبقطع ومن أجل أيضا قطع الشك باليقين، نستضيف السيد إبراهيم بلغازي، نائب رئيس فيدرالية الجمعية الوطنية لمتقاعد المغرب، من أجل مناقشة هذه القضية. سي إبراهيم مرحبا بك. شكرا استاذ على الاستضافة. قبل أن نتكلم عن القضية تاع الأساتذة والزملاء ديالهم الأساتذة المتقاعدين، انطلقت مسألة تاع الإصلاح التقاعد منذ حكومة سي بن كيران، بالنسبة لك واش هذه الإجراءات اللي تم اتخاذ ديالها أدت إلى إصلاح هذه الصناديق تاع التقاعد؟ التعديل الذي طرأ على الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 جاء بعد نقاش طويل بين النقابات والحكومة، وفي الأخير قرر رئيس الحكومة اتخاذ قرار أحادي دون استشارة النقابات، وقرر الزيادة في المساهمة المتقاعدين ومدد مدة العمل من 60 إلى 63 سنة، و غير أساس الاحتساب للمعاش. الاحتساب للمعاش كان على أساس 2.5% للمتقاعد الذي يعمل 40 سنة ويغادر على 60 سنة، والآن المعاش يحسب على 2% من 8 سنوات الأخيرة للأجر، وكان الاحتساب على 2.5 عنده واحد الحد هو الفصل 12 من قانون 1171 المؤسس للصندوق المغربي للتقاعد، والذي ينص على أن المعاش لا يمكن أن يفوق آخر أجرة كان يتقاضاها المتقاعد عندما كان يعمل. وهذا التغيير لم يأتي بجديد، إلا أن تغيير 2.5% بجوج هو كانت الصندوق المغربي للتقاعد يطبقه منذ قديم، لأنه كان يحتسب المعاش على أساس الأجر الخام ويطبق عليه تخفيض 20%، يعني 2.5 ولا 2. إذن 2 كنا كنتعاملوا بها من قديم وليس بجديد في 2016. بالنسبة للخطط إصلاح التقاعد هي طرحت على مستوى البرلمان وتم المصادقة على مستوى البرلمان، وبالعودة الآن للمشكلة على الأساتذة اللي التخوف، واش تشوف تكين التخوف مبرر بالنسبة للأساتذة المرسمين؟ واش يمكن أصلا يقدر يكون التقاعد تاع الأساتذة المرسمين في إطار الإصلاحي يوليو بحالهم بحال الزملاء ديالهم المتعاقدين؟ هذا مستحيل، لأن المتعاقدين يعدون غير رسميين في السلك الذي يعملون فيه، ولهذا السبب تقاعد الأساتذة المتعاقدين يتم عند الإرسيائر. لماذا؟ لأن الإرسيائر خلقت أصلا في 1977 من أجل الموظفين الغير رسميين، وبما أن المتعاقدين يعدون غير رسميين فهم قرر أن يحسب معاشهم عند الإرسيائر، لأنهم إذا أدمجوا في سيمار فسيكونوا رسميين. إذا هما بحالهم بحال الموظفين الغير مرسمين في جميع الوزارات، يعني لا فرق ما بين الموظفين. الآن لا يمكن أن نقول أن الموظف غير رسمي، لأن الموظف مرسم، يعني جميع الموظفين مرسمون الآن وتابعون الصندوق المغربي للتقاعد. وشنو الحالة تاع الأساتذة المتعاقدين الآن؟ المتعاقدين لأنه خلق قانون جديد ومسطرة جديدة لتوظيف الموظفين، وفي هذا الإطار عندني أرقام، هو عدد ديال لاسيمير
من 2017 ل 2018 تقلص عدد المنخرطين فيها من 967,358 الى 954,490، يعني تقلص العدد ب 13,000. ولكن في الاير سي اير زيد عدد المنخرطين فيه ب 26,000، وبين 18 و 19 تقلص في سامر ب 13,000 وزيد في الاير سي اير ب 20,000. يعني الذين كان عليهم ان ينخرطوا في سامر انخرطوا في الاير سي اير. هذا هو النقاش الان، البعض يتخوف من تصفيه هذا الصندوق تاع السامر وبان الجميع غادي يمشي هذا السي اير. لا يمكن تصفيه صندوق سامر ولا يمكن ادماج الجميع في الاير سي اير لسبب واحد، هو ان الاير سي اير عندها احتساب للمعاش على اساس الاجر الذي يتقاضاه الموظف طيله حياته الوظيفيه. اما سامر فهو اخر اجر او معدل الاجور لثمان سنوات الاخيره. اذا كيفيه احتساب المعاش ليست متساويه. والماضي وماضي الجمعيه الصناديق الصندوق الوطني للتقاعد خلق سنه 1930. والصندوق 1930 والار سي اير خلق 1977. عندما لوحظ ان هناك فئه من الموظفين والموظفين التابعين للجماعات المحليه والتابعين لبعض المؤسسات العموميه لم يكن لهم معاش، فخلق هذا الصندوق من اجل هؤلاء. اذن قانونه ليس مماثل لقانون السامر. لا، في اطار النقاش حول السامر البعض يقول وبعض المصادر النقبيه تقول بان كان من الاولى على الحكومه ان تقوي هذا السامر بدل تدير صندوق اخر اللي هو السير، يعني المنخرطين في السير دابا الان تقول العدد تاع المنخرطين في السير تضاعف مقارنه مع السامر، وما تيقول العكس كان تيقولوا بان السامر خصو تكون العدد المنخرطين ديالو اكثر باش نقوي هذا الصندوق خوفا من التصفيه ديالو. هو عدد المنخرطين في السامر هو يعني مهم، لان الى 2019 عدد المنخرطين في السامر هو 941,120، وعدد المنخرطين في الار سي اير وعندهم واحد الريجيم جنرال يلاه 172,000. كيف يعقل ان تاخذ 941,000 ديال المتقاعدين وتضيفهم ل 172,000؟ لو في اطار الخطه تاع التوظيف عبر التقاعد غادي يقول لي عدد المنخرطين تاع السائر اكثر من عدد المنخرطين تاع السائر. ولكن التعاقد لا يهم المزاولين الان في الادارات اللي هم رسميين. لكن في اطار الخطه تاع الحكومات الحديث كله تيقول بان ما يمكنش الوظيفه العموميه تبقى بهذا الشكل هذا، ولكن غنشوف هذا الاطار تاع التقاعد تاع التعاقد، يعني فاش يكون التعاقد يكون عدد المنخرطين ديال الصندوق تاع السائر اكثر من السامر. تصور موظف اشتغل قبل قانون التعاقد فهو رسمي، كيف يمكن ان تخرجه من الرسميه الى التعاقد؟ يعني غادي يكون شويه صعيب على الحكومه انها تلجا لهذه الخطه. الا بغينا ناخذ واحد الحاله خاصه باش نبسطوا النقاش، بالنسبه لواحد الانسان استاذ مرسام بقات لي واحد 3 سنين على التقاعد ديالو، كيفاش تتم الاحتساب ديال العمليه هذه؟ اذا كان حاليا بقات له 3 سنين يعني انه من 2016 لدابا راه دخل في النظام الجديد، يعني انه سيحسب معاشه الى 2016 المده الذي قضاها منذ انخراطه في الوظيفه العموميه الى 2016 سيحسب بالنظام القديم. ومن 2016 الى خروجه للتقاعد سيحسب على النظام الجديد. يعني ما في هذاك الشيء ما كاين اشكال، غير قبل 2016 سيتقاضى اخر اجره كان يتقاضاها على المده، سيكون الاحتساب على المده التي قضاها قبل 2016 وهو مزاول تحسب على اخر اجره، ومن 2017 الى الان يحسب معاشه على 8 سنوات الاخيره، معدل 8 سنوات الاخيره. اذا بالنسبه لك انت ما كاينش واحد المجال تاع التخوف بهاد الاساتذه المرسمين؟ لا مجال للتخوف، لان لا يمكن اولا ادماج الصناديق
في لو بول كيقولوا بيبليك غادي يكون صعوبه في تحقيقه، لانني حضرت ندوه جمعت اربع صناديق، الاربع صناديق الموجوده ليتناقشوا عن امكانيه الادماج. وكانت خلاصه المدراء كلهم انهم كل واحد يقول ان صندوقه هو الاحسن، صندوقه هو المسير احسن، صندوقه هو الرابح، وان حاله الادماج ستكون يعني تلامس وتوحد تاع الصناديق مستحيل. الملاحظه التي اثيرها الان هو كيف يدرس الان شان التقاعد، مستقبل التقاعد، دون ان نشرك المتقاعدين في النقاش، لان الذين يناقشون هذا شركه اجنبيه، شركه فرنسيه، الصحافه لا تتكلم عما وصلت اليه هذه الشركه، فكيف يمكن ان نفاجأ في يوم من الايام بخلاصتها التي تعطيها للحكومه لتخرجها للمناقشه في البرلمان؟ يعني انتم كمتقاعدين، كجمعيه على المتقاعدين الفيدراليه، يعني خاصكم تنخرطوا في هذه العمليه على اصلاح التقاعد، ناقشوه قبل ان يصدروا تقريرهم النهائي، لان عندما نذهبوا الى البرلمان هذه الساعه اما ناخذ ولا ناخذ، وهذا يعني كنلقى امر بالنسبه للمتقاعدين ليس في قله الاحترام. شكرا سي بلغازي على قبولك الدعوه وعلى الدردشه معك. متتبعين قناة أنفاس بريس، ملف التقاعد يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات، ولكن يعني من الأجدر ومن الأصح هو أننا نضمن لواحد الموظف أدى سنوات طويلة في الوظيفة العمومية أن نوفر له واحد التقاعد اللي هو تقاعد مريح. شكرا متتبعين قناة أنفاس بريس، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.